السلام عليكم متتبعي ومتتبعات يوميات ميكانيكي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جميع واحد المشكل اللي كيديروا بزاف هاد الانجكتور. هذا اليوم غادي نحاولوا نكتشفوا داكشي اللي الداخل ديالو وكيفاش غادي نديرو حتى نحلوه ونشوفوا المشاكل اللي كدير، بحال مثلا انجكتور مبلوكي كيفاش معناه مبلوكي، او لا الانجكتور كيدير روتور بزاف. غادي نشوفوا المشكل منين جاي. اليوم باش غادي نحلوا الانجكتور غادي نحتاجوا سيرو ديال 15 هي هادي، ونحتاجوا هنايا سيرو 12 ولا كلامونيت ولا كنديروه في الليطو. المهم نحاولوا باش ما يتهرش لينا الانجكتور وصافي. راني حليتو ديجا هنا في الليطو، ها هو كيتحل من لهنا. غنتحلو غير بشوية، هنايا شوفو جميع تلقاو هنايا هذا الرسول، هذا ها هو هذا. هادي لابارتي إلكتريك، لابارتي إلكتريك هادي، وهادي لابارتي ميكانيك ديالي كيكونو فيها المشاكل. خليو هادي بلاتي اللي كان قلبو هذا شويه، كنخرجو هادي لا فالف ولا لا توربين، كل واش تيقول ليها، يا اما كاين اللي كيقول ليها الفالف وكاين اللي كيقول ليها التوربين. هادي لي كومبوزون ديالو. بعدا عاد نعاودو نهضرو على المشاكل اللي كيدير. كنزيدو ندفعو شويه هذا بالراس هنا، خرج لينا السياج هو هذا السياج هذا. صافي كنخرجو هذا الراس هذا اللي بقى، كنلقى واحد الرسوب هو صغير، وهنايا كنلقاو لي قوي هادي هاهي صدر هنا ليبا. إذن دابا هادو هما لي كومبوزون ديال الانجيكتور كاملين، هادو هما لي كومبوزون. دابا غادي نرجعو المشكل اللي كي يكون عند الأغلبية، كيقول لك اودي الانجيكتور عندو في كاين فيه الروتور بزاف، كيدير الروتور وما كتبغيش ديماري الطوموبيل. الوغ هاد التوربين هادي عندنا هنايا في هاد لا توربين، هاد الفالف هذا هذا كاينه فيه هادي ستين توربين هادي، هاهي كدور. حنا نشوفو دابا المشكل اللي كديرو، هاهي هنايا كيكونو لاصقين هادوك لي مواي ولا هاد الوسخ كيلصق هنايا، هادي مكدورش كتكوانسا لداخل. بعض المرات كنحيدوهم كيتغسلو وكيولي مزيان، وبعض المرات ما كيصدقش، يعني الا كان موكول بزاف هنايا ما كيصدقش، دولي كيدير لك الريتور تيكون بزاف هذا.
وهنا النيت كاينه عندنا يا كيقول لك انجكتور مبلوكي، تي شي مرات تيكون لو سخ ولا شي مازوط ما مزيانش كيبلوكي لينا هاد التوربين هادي، هادي ما كتبقاش الدور، ما كتبقاش الدور كيولي الانجكتور مبلوكي. يعني القلب فين كاين كامل كاين في هاد الفالف هذا. بعض المرات كنحيد ونطويو دي غريبون او لا كيخدم او لا ما كيخدمش، الا كان فات فيه الفوت تضرب بزاف ما كان كنضطروا باش نبدلو هذا كنجيبوه جديد، تقريبا الثمن ديالو ديال شي 300 ولا 400 درهم، هذا هو اللي كاين. عن الطريقه ديال بلاتي بعدا مازال هادي مازال عندنا هنايا هاد لابارتي الكتريك، هادي ما كان تحدثوش عليها بقاش فيها هنايا ريزيستونس، الا مشات حتى مات راه كطلع لك في الدياغنوستيك ان هاد لا ريزيستونس هادي راه مشات، و الا مات هاد لا ريزيستونس صافي. هنايا كاينه واحد الحبه مش واش تجبد لينا ولا لا، هادي ما عرفتش غتشوفوها ولا لا، ها هي كنلقاو هادي كتكون سامبل ما فيها لا رويس لا والو، هادي ديال ديال 100 110 تشوفو، وكاين اللي كيكون فيها واحد الرويس هنايا زايد تيكون ديال يا اما 80 شوفو ولا 65. دابا باش كنعرفو لانجيكتور او لا كنعرفوه بهاد، يعني كما قلنا 85 ولا 65 شوفو راه كيكون دي مارور اللور، و 100 و 110 كيكون دي مارور القدام. الور باش كنعرفو واش دي مارور اللور ولا القدام كنزيدو حتى هاد فهاد الراس هذا هنايا، هنا كاينين التقيبات، كاين التقيبات هنا كيرش لانجيكتور، هاد الراس هذا كتلقاه صغير بزاف، هذا ديال 110 110 دي مارو القدام، و الى لقيتيه عادي ما عرفتش تبان لكم ولا لا، هي كان ليت وكاينه ديال 80 ولا 65، هادو كيكون عندهم الراس هنايا كبير كبير على هذا، تيكون هذا هو الاختلاف اللي كاين بيناتهم. وهاد الحبه هادي هذا هو الاختلاف اللي كاين. دابا الطريقه ديال الرومونتاج، يعني كنيطويوه مزيان بالدي غريبون كيتنيطويا مزيان، عاد كنبداو لابارتي الكتريك، هاهي كنربو هاد الحبه لبلاصتها. هيا صافي كتبع ليها الرسول، بحال هاكا كنعاودو ناخدو هاد الراس هذا تنديرو لي كوي فيه، هذا خصو يكون كيدور ليبر، تيكون كيدور ليبر باش كتاكدو بلي راه ما كاين لا ماي لا والو، كنشفو المهم المازوط هذا كنديرو ليه دي غريبون نشفوه مزيان، عاد كنركبو عاد كنمونطيو حبه دايلا كانت شي شويه الزيت ولا هذا
كتعاون في المونتاج. كنعاودو ناخدو هاد السياج هذا بليطو بعدا الرسول، كناخدو الرسول هو كنديرو هنايا بلاصتو، كناخدو السياج هذا، السياج كنديرو هنا هاك. مي راه هادشي بسيط باش الانسان ما يبقاش يتلف راسو ولا هذا، ولا خص نمو البومبات ولا هادي، هو كياخد هادشي و كتحط هادي هكا التربين كتبقى للفوق صافي. ملي كنجمعوها بحال ما هكا كنعاودو نمونطيوها في هاد لابارتي إلكتريك. بحال ما هكا هكا كنهزو كلشي للفوق. دابا كنعاودو نديرو لا كوفركل ديالو، كنزيرو ومن الاحسن الى كنتو في قبل لا تحل لانجيكتور تعلمو دير ليه علامه هنا وعلامه هنا باش في الزيار ما تزيروش كثر من القياس، يجي غير في ديك البلاصه فاش كان، وهانت صلحتي الانجيكتور واستفدنا جميع، عرفنا كيفاش شنو هو المشكل اللي كيدير ولي كومبوزون ديالو. يعني راه حاجه كنظن حاجه بسيطه. نتمنوا ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.